والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر أحوال الطقس. نعود مرة ثالثة وأخيرة إلى فاطمة خليل، تفضل. شكرا إلهام، شكرا ليلى، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، الإسكندرية 30 24، مطروح 24 20، بورسعيد 27 22، إسماعيلية 36 23، وجوها حار. بالنسبة السويس 34 25، العريش 28 22، طابق 32 23، شرم الشيخ 38 28، الغردقة 36 26 وجوها ايضا حار. بالنسبة للاقصر 43 28، اسوان 44 31، الوادي الجديد 43 30، شلاتين 36 26، حلايب 32 28 وجوها ايضا حار. والان نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.